والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم. جاء بالآية، ليت المؤلف غير هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الواسطية، هذا شيخ الإسلام صاحب الواسطية المؤلف، والشيخ بن عثيمين رحمه الله الشارح الآن، فأراد يعني أشياء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يراها، إيش يصنع؟ يقول ليت المؤلف أضاف في هذا الموضع ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ليت يقول أضاف هذه الآية. فأصبحنا الآن عندما نأتي للطلاب عندما يحفظون نقول أضيف هذه الآية، من أضافها؟ هنا في المتن يعني أضاف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا إشكال في هذا. ونقول هنا ليت المؤلف رحمه الله تعالى أبدل بدل قديم، أبدل ماذا؟ وضع الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. ومن شرح الأول والآخر والظاهر والباطن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا نتعدى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، الحديث. نعم، أنا أخواننا والله أردت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، والله أردت بقراءة هذا الكلام أن نعرف كيف نرد على المخالف، كيف نرد على إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هل نشحر بالرد أو كذا؟ اسمع إلى الرد، رد لطيف دون أن تشعر. قال ليس في كلام الأئمة كذا كذا، كلام من أحسن ما يكون، دون أن يشعر أحد، ورد المسألة وانتهى الأمر. نعم. قال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. نعم. قال العلامة ابن باز رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير. الشارح من الشارح؟ ابن أبي العز، ابن أبي العز الحنفي، هذا من أحسن وأنفع الشروحات. هذا الكتاب اعتنى يعني الشراح، كل من يريد الآن يشرح العقيدة الطحاوية يرجع إلى هذا الشرح. الشرح هذا طويل، صح؟ صحيح إخوان، هي طويل جدا. المؤلف الشارح ابن أبي العز الحنفي اختصر هذا الشرح، هذا في زمنه، اختصر هذا الشرح ووضع شرح مختصر للعقيدة الطحاوية. في هذه الأيام نرى هذا الشرح طويل جدا يا رجل. نعم. قال وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء، وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح، ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، كما قال كما في قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله قديم بلا ابتداء، ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل هو الأول والآخر والله ولي التوفيق. نعم، يغني عنه، رد لطيف. إذن يعني هذا هو الموضع الأول، علمنا الموضع وعلمنا كيفية التنبيه على هذا الموضع. نعم، من هذه العقيدة المباركة. سؤال، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في كتاب ولا سنة، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة فيه؟ ما لم يرد إثباته ولا نفيه، مثل جسم وحيز ومكان، ما لم يرد لا إثباته ولا نفيه، هل نثبت الجسم لله أو ننفي الجسم عن الله؟ نقول عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ما لم يرد إثبات ولا نفي كتاب ولا سنة لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. يقول مثلا هل تثبتون المكان لله؟ نقول هذه الكلمة، كلمة مكان، لم يرد في كتاب والسنة إثبات هذه الكلمة ولا نفي عن الله، ونسأل عن المعنى، ماذا تريد بالمكان؟ قال نريد بالمكان إثبات العلو لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، نقول هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن لا تذكر كلمة مكان واذكر ما جاء في الكتاب والسنة من استواء وعلو وفوقية، صحيح؟
وإذا أرادوا نقول إذا أرادوا بالمكان أن الجهات وأن المخلوقات تحيط بالخالق نقول هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق. مفهوم؟ إذا ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى ونقول نرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة كما ذكر المؤلف قال وأولى منه ويغني عنه أن نقول هو الأول. نعم. أو نذكر الآية كاملة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نمشي واحد واحد أحسن من الأول. قال لا يفنى ولا يبيد. نعم. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. وصفات الله سبحانه وتعالى هي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني قال ما استحق الله سبحانه وتعالى اسم الخالق بعد أن خلق السماوات والأرض، هو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء كيف ما شاء. ليس عندما كلم موسى عليه الصلاة والسلام استحق هذه الصفة، لا، هو موصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لذلك قلنا إثبات وتنزيه والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله. والكيفية كيف تعلم؟ كيفية الشيء كيف تعلم؟ إما بالرؤية بالمشاهدة، أو بخبر الصادق، أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل. أخبرنا الصادق؟ لا. رأينا الله؟ لا. هل يوجد لله مثيل؟ لا، ليس كمثل شيء. إذن الكلام في الكيفية حرام محرم، وقول على الله بلا علم. نعم. ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء. نعم. إثبات وتنزيه. حي لا يموت، حي ذو حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا ألحقها فناء، والحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني، وإذا جاء الحي مع القيوم كان حسن على حسن، ويقال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. نعم. حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. لا ينام. الصفات المنفية طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه مع إثبات كمال الضد، تقول نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة ذكرنا. نعم. رازق بلا مؤونة. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وقلنا هذا الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. نعم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. نعم. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية. مثال قلنا الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ولم تكن الآية مثلا وتوكل على العزيز الرحيم مثلا؟ أراد الله سبحانه وتعالى يبين بطلان الاعتماد على غيره، لأن هؤلاء يموت والله سبحانه وتعالى لا يموت لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب. نعم، الربوبية أخواننا، الله سبحانه وتعالى رب. الرب التربية على قسمين: تربية لما تقوم به الأبدان، مثاله الخلق والرزق، وتربية للباطن. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق فهو الرب، خلق الخلق ورزق الخلق، هذه تربية. لكن أعلى من هذه، أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يتربى الخلق. نعم، ولهذا دعاء الأنبياء عليهم الصلاة أكثر ما يكون ربنا. أي نعم، لأن التربية على قسمين على ما ذكرنا. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، نجد أن هذه الآية تتكرر. الله أعلم، لا يوجد كتاب في العقيدة إلا في هذه الآية، ليس كمثله شيء، وهذا بركة القرآن، يعني آية واحدة وقواعد كثيرة في هذه الآية. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول: إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. أنه قد تتكلم بكلمة لم ترد في الكتاب والسنة ويدخل عليها إشكالات، لكن عندما تأتي وتتكلم بكلمة نعم من الكتاب والسنة لا يمكن يدخلها إشكال أصلا. ولهذا تميزت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا، أنه يأتي بالنصوص. مثلا في تعريف توحيد الأسماء والصفات قال: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والبعض الآخر قال: تشبيه. فانتقدوا على من قال من غير تشبيه، وما استطاعوا، ما يستطيع أحد يتجرأ وينكر من غير التمثيل، لأن هذا ورد في القرآن. صحيح. نعم، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، وقول بعض الناس على ما يشاء هذا يقول لم يأتي. نعم، لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. وهذا باطل. العبد نعم له إرادة وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم، ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قال نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة. نعم، والله خلقكم وما تعملون. وهذه مراتب القضاء القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد. نعم، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والبدع والمعاصي لحكمة أرادها الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. نعم، لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى.
وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية الشرعية كما سيأتي بيان ذلك موضحة. نعم، وسنفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، حكم شرعي وحكم كوني، إرادة شرعية وإرادة كونية. نعم.